السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض جولة كده في محل الفاروق. عاملين عرض كده، في عروض، عرض ال10 جنيه، بيبيعوا اي حاجة في المحل ب10 جنيه او ب10 جنيه ونص، ده اللي هما كاتبينه من بره. المحل ده فين؟ المحل ده في البطاش في شارع البنزينة، بتدخل جوه شوية وبعد كده بتلاقيه. هو مش بعيد ولا حاجة، بس في اسعار جميله جدا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع بعض الفيديو. بس يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش بقى في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، وتفعيل الجرس. وبرده كده هوريكم الجوله بتاعتي في المحل وهقول لكم الاسعار. عندي اول حاجه الحبال بتاعه الغسيل ب10 جنيه، عندك طبعا دستة المشابك ب5 جنيه، الحاجات دي برده ب10 جنيه، المساحات اللي عندي برده، البرطمانات والحاجات دي اسعارها برضو ايه، عامل كان عامل عرض هو على الازايز، الازازتين ب15 جنيه، والازازه الواحده ب10 جنيه، وعامل عنده الكاتل 65 جنيه. بصوا هوريكم الجوله كده بالتفصيل اول ما ندخل. عندك طبعا بسم الله ما شاء الله يعني حاجات كتير والعاب اطفال، وكلها حاجات رخيصه جدا واسعار فعلا تخفيضات لاقصى درجه. عنده طبعا يعني ايه الحاجات اللي هي بتاعت المنظمات والحاجات دي. عندي هنا الطبق ده ب30 جنيه، الطبق ده اللي بتحطي فيه الاكل وتغطي عليه. عندي برضو طقم التوابل 25، عندي طقم التوابل التاني عامل 20 اللي معاه الكوبايتين. عندي برضو هنا الطقم ده عامل 25، الطقم اللي فوق 89، والطقم اللي جنبه 89، والطقم اللي هو المدور ب59، وعلبة المناديل ب25، وعندي هنا ب40 التربو. ودي برضو يا جماعة اللي هي المموجة يعني الأطباق دي ب35 الطقم منها. الترمس ب69 جنيه، يعني البونبونيرات بقى 10 15 20، وانت طالعة كده بجميع الأحجام والأشكال اللي عندك، حاجات جميلة بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا حاجات يعني تحفة بصراحة. عندي طقم ده ب29 يا جماعة، 49. عندي برضو الكاسات ب39، وب25 الدورق، وب25 الطبق الكبير، وب25 مجات الشوربة. يعني بصوا أسعار جميلة جدا مش هتلاقي زيها. ب15 جنيه المنظمات. عنده برضو مسكات وحاجات من دي، كل حاجة هو كاتب سعرها عليها، ودي أحلى حاجة بصراحة يعني في الموضوع. أهي دي ب10 جنيه تغسلي بيها المواعين بتاعتك. عندك بقى الميجر كاب والحاجات دي كلها. عندك برضو دي منظم الدرج عامل 25 جنيه، فوط المطبخ فيه ب12 ونص وفيه ب25. الحاجات دي بتبقى تمنها يعني من 10 جنيه وانتي طالعة. بصوا بقى دي تمنها 7 جنيه ونص، بينضف بتلمعي بيها الاستانلس والألمونيا والحاجات دي، بتبقى برضو جميلة جدا. عندي بقى الفوط والشفشق والبرطمانات والحاجات دي، وعندي برضو مساحة الكوفر بتاع المساحة. عارفين يعني احلى حاجة عنده ان هو بيبيع كل حاجة، وكل حاجة كاتب سعرها عليها ويعني ايه، وانتي بتبقي عارفة تمنها كام، وحاجته كمان رخيصة وفعلا عليها تخفيضات. اهي الحاجات دي كلها بقى بتبدأ من 5 جنيه وانتي طالعة، في ب5، في ب10، في ب15، زي ما تحبي. اهو شايفين بقى اشكالهم كده عاملة ازاي. الفرش طبعا كلها عاملة 10 جنيه، عندي من اول واحدة لاخر واحدة تمنهم 10 جنيه. التوك اي توكة بقى عاملة 2 جنيه ونص، ده عرض هو عامله. عنده طبعا الاطباق ب7 جنيه ونص، وفي الطقم ده ب20، على حسب بقى كل طبق، في اطباق ب3 جنيه، وفي ب4، اهو ده ب4 جنيه. وفي بس كده عندنا هنا الحاجات دي، عندنا يعني في ب7 ونص اهي اللي هي دي، وطبعا كل حاجه هما كاتبين عليها السعر. دي ب4 جنيه، ودي برضو ب4 جنيه، شايفين شكلها اصلا عامل ازاي. بصوا كده جميله جدا. وفي برضو دي ب3 ونص اللي هي اسمها نجمه، هي مموجة يعني من الجنان، ب3 ونص برضو. عندنا البولة دي انا كنت جايبة منها من مكان كده، بس كانت ارخص يعني، دي ارخص منها بكتير جدا، التانية كانت غالية جدا مش بالسعر ده بصراحة.
في بقى البولة اللي هي الكبيرة معانا دي، وبرضو في ألعاب أو حاجات تانية كتير. بصوا الألعاب كل واحدة طبعا مكتوب عليها سعرها. عندي الباص ده اللي بتضغطي عليه يطلع، بصي بيطلع الحلقان دي ب10 جنيه، يعني سعره رخيص جدا. وفي المضرب ده سبايدر مان ب15، وفي التليفون برضو ب15، والتليفون التاني ده ب25. شايفين عامل ازاي؟ في ما شاء الله يعني العاب كتير وجميله جدا، وفي نفس الوقت بصوا كل حاجه كاتبين عليها سعرها، بحيث ان انت بتيجي بتشوفي الحاجه بتعرفي سعرها كام على طول. اهي بصوا حيوانات الغابه دي ب25. ناس كتير جدا سالتني، كنت جايباها لاولادي وكتير جدا سالوني جايباها بكام وكده. فراش الشعر طبعا خلاص هي احنا عرفنا دي ب10 جنيه، والباقي الاسعار برضو يعني تقريبا كله ب10 جنيه في الفرش. عندي بقى الجيتار بقى ب20، وده برضو ب20. عندي فوق بقى العوايز بس انا مش شايفاها، العلبة الطقم ده بتاع المطبخ ب15. شايفين كده؟ عندي برضو الطقم ده عامل 20 اهو ده. في طبعا يعني بصوا عايزه اقول لكم احنا لو بدأنا جوله بجد هتلاقي الموضوع كبر وزاد جدا عن 8 دقائق، بس انا مش حابه اطولها لكم بصراحه. بس اللعبه دي ب15، والبيانو ب20، جميله جدا. وهي في برضو منه اشكال تانية كتير، وفي بتاعه الكور دي الكوره ب2 جنيه وربع. اهي لا الكوره ب2.5 يا جماعه. ادوات الدكتور ب28، نظارات اي نظاره ب10. شايفين طبعا الحاجات ما شاء الله. اعمل لكم بس زوم كده عشان تشوفوا الاسعار. هي الاسعار طبعا فيها كمان. عندي بقى عروسة الاطفال الثلاثة دول عاملين 15 جنيه، والعروسة الكبيرة لوحدها عاملة 15 كده. وعندي العروسة دي عاملة 35، يعني بصي ما تلاقيش اصلا بالسعر ده في اي مكان تاني. عندي دي جايبينها ب20 اهي. بصوا بقى الالعاب، بصي حصالة الاطفال دي ب10 جنيه، جميلة جدا. بس يعني ب10 جنيه سعرها جميل جدا برضو. الكرتونة دي بقى فيها العاب كتير، بس اللعبة فيهم بكام؟ هوديها لكم كده ب15 جنيه. دي ب15 جنيه. وعندي مسدس المية ب10 جنيه برضو. ودي بقى العربيات بتاعت الأطفال عاملة 15 جنيه، 25 جنيه العربية.